بوغرا مباشرة إلى بوزوك، واحد من بين أحسن الأسماء أيضا بوزوك في البطولة الوطنية هذا الموسم رفقة فرقة جديد. نادي بارادو مشاهدينا الكرام للتذكير فقط كان قد شارك في دورة خباطو، يمكننا أن نقول بأنها محتشمة، وأرجعت الجماهير القسنطينية أنه تقريبا إصابات فريق الشباب في الأونة الأخيرة كانت بسبب الملعب، بينما الكرة خطيرة لمصلحة تحقيق الفوز الأول ومحو آثار التاء. وصلت الآن على الجهة اليسرى والتغطية موجودة من ليباراكو، عادت من جديد لمصلحة نادي بارادو، تحولت على الجهة اليمنى يجول إلى آدم زورغان، تبادل كروي ممتاز. زوجا ماس نمرار سادس حداد القائد نيمكراس هتتول دماغي نادي بارادو هيلا بوزوك هيلا بدل الكرة الماضية لمصلحة فريق شباب قسنطينة. حذاري من التمريرات، سرعة لاعبيه وعن التحول أيضا من الدفاع إلى الهجوم، تلك هي ربما الخطوة جديدة لمصلحة الباك داخل منطقة الجزاء، ما فيها تسلل، فرصة خطيرة، جول. ينتظره مستقبل ظاهر وواعد أيضا هذا اللاعب، هكذا لعبت الكرة بشكل سريع. إذن 31 دقيقة مشاهدينا الكرام متابعينا عبر على الجهة اليمنى، وصلت إلى يسري واحد على واحد يسري الآن، ثلاث لاعبين أمامه داخل منطقة الجزاء، سجل هدف تقليص النتيجة أقول من خلال هاته، ولكن القراءة الدفاعية أيضا مميز في منتصف الميدان. إلى بوزوغ الذي تحول من حداد، عادت على الجهة اليمنى يسري بوزوغ، يتحرك يسري، لا زال التبادل لفريق بارادو الذي يبحث عن الهدف الثالث، يبحث عن ان يكون حاضرا في زمن الشوط. كره في منتصف الميدان، انطلاقه سريعه لعناصر، وصلت على الجهه اليسرى، الان يتواجد على الجهه اليسرى بوزوك، يحاول المرور ولكنها مرت في منتصف الميدان الى ادم زرت. القياده ليس من وحي الخيال، وجب عليك ان تاكل الاخضر واليابس فوق البساط الاخضر. الكرة لبوزوك، العودة إلى الخلف هذا الموسم إلى الجهة اليسرى الآن يسري، نزلت بحوزة الكرة طويلة إلى الأمام، والتغطية أيضا طويلة، الكرة إلى الأمام في هجمة جديدة لعناصر نادي بارادو، وبادي أيضا التعب على عناصر نادي بارادو وعلى عناصر أيضا شباب قسنطينة في هذه المباراة، والتحول الآن في هجمة لمصلحة نادي بارادو بواسطة يسري.